بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحباب، أراد الإمام الحسن رضي الله عنه أرضاه أن يتزوج، فأخذ معه أباه الإمام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه ليتزوج، وذهبوا إلى قبيلة تسمى قبيلة همدان، وطبعا في بعض الناس يقول أنها همذان. فلما ذهبوا إلى هذه القبيلة، طبعا الإمام علي رضي الله عنه أرضاه وقف ليخطب ويعرف الناس بنفسه، وإن كان هو معروفا رضي الله عنه وكرم الله وجهه. فلما وقف، معروف أن الإنسان لما يروح يتزوج من ناس أو عائلة أو قبيلة بعيدة عنه بيعرف نفسه، فوقف الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه ليتكلم. فكان من الواجب أن يقول الصح اللي أي واحد بيقوله، وبيذهب لكي يعرف بالناس نفسه، كان يعني يقول مثلا: أنا علي بن أبي طالب، أنا أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا الذي نمت مكان النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة، وأنا من النبي صلى الله عليه وسلم كهارون من موسى عليه السلام، وأنا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، وأنا الذي بارزت يوم الخندق وقتلت الرجل الذي كان يعد بألف فارس، وأنا زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسيدة نساء الجنة السيدة فاطمة، وأنا أبو سيدي أهل شباب الجنة الحسن والحسين. كان ممكن يقول هذا الكلام كله سيدنا الإمام علي، ويقول أكثر منه كمان، ولكنه لم يقل عن نفسه من هذا شيء مطلقا. ثم قال وكذلك أراد أن يتكلم عن ابنه، المفروض حيقول: هذا ابني الحسن، هذا ابن الحسن هو قال عنه جده أو جده النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه السيدة فاطمة سيدة نساء الجنة رضي الله عنها، وجدته من أمه السيدة خديجة سيدة نساء العالمين. جمع الشرف من جميع نواحيه. وهذا ابن هذا كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي، يقول: ابني، عليه هو والحسين رضوان الله عليهما، وهما الذين ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وظل ساجد حتى فرغ رضوان الله عليهم، وهما الذي قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: سيدا شباب أهل الجنة. قال أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحسن والحسين رضوان الله عليهم، ويقبل هذا ويقبل هذا، ويقول: ابناي هذا، اللهم إني أحبهم فأحبهم وأحب من أحبهم يا رب. فكان أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه عندما يرى الحسن يبكي ويقول: إني أحب هذا، لإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحبه أحبه الله. وأشياء كثيرة جدا يكفي أن يقول فيه: ابن هذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ابن هذا سيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيدنا الحسن هذا. ولكنه لم يقل على نفسه وعلى سيدنا الإمام الحسن أي شيء من هذا، ولكن بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه قال: أيها الناس، جاءكم ابني الحسن يخطب بنتكم، يريد أن يتزوج، وابن هذا مزواج مطلق، ابن هذا مزواج مطلق. تخيل هذا الإمام علي يقول هذا، مين فينا؟ هذا قمة الصدق، لم يقل المناقب، ولكن قال احتمال يكون هذا عيب بالنسبة للإمام علي أمامه، فأراد أن يكون صادقا رضي الله عنه عندما جاء ليخطب لابنه رضي الله عنه. فعندما قال هذا الكلام قام الرجل كبير القبيلة وقال: قد سمعنا كلامك أيها الإمام، ولكن يكفينا شرفا أن بنتنا ستضع فمها على مكان وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. كأنه يريد له يقول: إن شاء الله يتزوجها ساعة ثم بعد ذلك يطلقها. فوقف الإمام علي وقال: تالله لو أني خازن الجنان لقلت لهمدان ادخل الجنة بسلام. الشاهد من هذا هو الخلق اللي احنا نتكلم عنه، خلق الصدق، خلق أكثر المشاكل اللي احنا عايشين فيها في الجالية هنا وفي أماكن كثيرة جدا من عدم الصدق. الواحد فينا يبقى رايح يخطب لابنه
وابن هذا لا يصلي ويقول ابن هذا مصليا صواما قواما، وابن يمكن من كشي لا بيصلي ولا بيصوم. ويرد عليه كذلك أبو البنت، مش معنى هو ابن صوام وقوام وأنا بنتي؟ يا سلام، بنتي هذه هي التي توقظنا لقيام الليل، وما استيقظت يوما إلا وهي صحية. هي صحية صح على الإنترنت وعلى المواقع وهذه، وكذلك الولد، ولكن هو الكل بيكذب على بعضه. ولذلك أيها الإخوة، هذا الخلق هو الذي يفصل بين الإيمان والنفاق. ولذلك يجب على الإنسان أن يكون صادقا. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن بين الرجل والجنة خطوة واحدة يخطوها، وبين الرجل والنار خطوة واحدة يخطوها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدقا. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. يبقى تصدق تدخل الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صدق. وإياكم والكذب أيا كان هذا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. خطوة واحدة تنزل بقدمك في النار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. اللهم اجعلنا من الصادقين، واحشرنا معهم يا رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.